خيتهم كل خوم بها ودعبان شماي ورقابه وبرو روحه قديش وحضله شريره لولا مولمي الإله كي نتكمل بروح الأنبياء ونتثبت باعتراف الرسل ونزدان بمآثر الشهداء ونتكلل بأكاليل الملافنة ونستنير ببر القديسين والقديسات في هذا اليوم ونحن نحيي عيد صفي كمار أفرام ملفان الكنيسة الجامعة فنرفع إليك المجد دون قطاع أيها الأب والابن والروح القدس الإله الواحد هاشو وابقوا الزبان والعلم علمي آمين. إخوتنا وأخواتنا صلوا لأجلنا.
بل يا رب عطر هذا البخور الذي قدمناه لربوبيتك كما قبلت عطر بخور الآباء والقديسين، فنسبحك معهم إلى أبد الآبدين. بصلوف إيمودي لتخ وادخل قديشي إيرا مرمخ مرملكو يحيدو يبرو ملفد بوش ما يونو أودي ثو فخيون لومو يوثو تدخيتو يلدط آلو مريم دوشو قومو وماري دوشو واسلم احيو بين شيحو مالو مولية وبموت Yeah.
من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي وبرخمور. شبحوا المر ودشليحي وعليه الرحمة والعلمين آمين. نسألكم أيها الإخوة أن تكرموا الذين يجهدون بينكم ويرعونكم في الرب وينصحونكم، وأن تعظموا شأنهم بمنتهى المحبة من أجل عملهم. عيشوا بسلام فيما بينكم، ونناشدكم أيها الإخوة أن تنصحوا الذين يسيرون سيرة باطلة، وتشددوا قليلي الهمة، وتساندوا الضعفاء، وتصبروا على جميع الناس. احترسوا أن يجازي أحد شرا بشر، بل ليطلب الخير دائما بعضكم لبعض، واطلبوه لجميع الناس. افرحوا دائما، لا تكفوا عن الصلاة، اشكروا على كل حال، فتلك مشيئة الله لكم في المسيح يسوع. لا تخمدوا الروح، لا تزدروا النبوات، بل اختبروا كل شيء وتمسكوا بالحسن. اجتنبوا كل نوع للشر. قدسكم إله السلام نفسه تقديسا تاما، وحفظكم سالمين روحا ونفسا وجسدا، لا ينالكم لوم في مجيء ربنا يسوع المسيح وبارخمور. برخمور قم شافير عمش اليوم، دحلتو نخفوتو نصوتو نشمال، اصبرتو دمالي حيوتو ديوين جيليون قديشو دموران يشو عمشي حدمة قري مخرز حي فرقون العلمون برخديت وعطيت دنيتي تشبحون شلوحي وعالكل أن رحمة والعلمين سبنو خيل دخروني داب ودعيتان قديشو مورا فريم موران والوان فروقو ديلاني شو عمشيحو ملتو تحيالو تتبسر ممثلتو قديشتو مريم أولندين أخانو هوي أقول لكم لا تهتموا
قدموا لنفسكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لجسدكم بما تلبسون. أليست النفس أفضل من المأكل والجسد من اللباس؟ انظروا إلى طير السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تخزن في الأهراء، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يستطيع أن يزيد على قامته ذراعاً واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابك الحق كيف تنمو وهي لا تتعب ولا تغزل. وأقول لكم إن سليمان في كل مجده لم يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفلا يعنى بكم أكثر منه يا قليلي الإيمان؟ فلا تهتموا أو تقولوا ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فهذا كله تطلبه أمم العالم. إن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذا كله. فاطلبوا أولاً ملكوت الله وبره، وهذا كله يزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بشأنه، ويكفي كل يوم شره حقاً. بارخمو شنو الخلق الجليل صاحب الغبطة والنيافة مار بشارة بطرس الكلية الطوبة، نشكر لكم حضوركم ومشاركتكم إيانا في هذا الاحتفال الخاص بكنيستنا، وندعو إلى الرب أن يبارك جميع مساعيكم لما فيه خير الكنيسة ولبنان. Excellence révérendissime, Monseigneur Gabriel Cachet, archevêque, nonce apostolique, nous voudrions vous exprimer du fond du cœur nos remerciements pour être parmi nous à célébrer cette fête de Saint Ephrem, le patron de notre église syriaque. أصحاب السيادة والنيافة، رؤساء الأساقفة والأساقفة، ممثلي أصحاب الغبطة البطاركة، قدس الآباء والأمهات، رؤساء ورئيسات الرهبانيات، حضرات الآباء الكهنة والإخوة الرهبان والراهبات، والمؤمنين المباركين، باسمكم أتوجه أولاً بكلمة شكر للرسميين الحاضرين معنا في هذا الاحتفال التي تقيمه كنيستنا السريانية في عيد شفيعها مار أفرام السرياني، معالي الوزير ميشيل فرعون، ممثل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، ودولة الرئيس رئيس مجلس النواب نبيه بري، ودولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.
معالي الوزير بيير بوعاصي، ممثل الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، والنائب ستريدا جعجع، أصحاب المعالي الوزراء والسادة النواب، القيادات المدنية والعسكرية والمختارين ورجال الأمن، أطلب أولا ملكوت الله وبره، وهذا كله يزاد لكم. كلمات سمعناها منذ قليل من موعظة الجبل كما يوردها الإنجيلي متى في الإصحاح السادس، هي أشبه بإيقونة حكمية أطلقها المعلم الإلهي كي يذكرنا بأولى الأولويات في حياتنا الإيمانية، أي أن نرفع أعيننا وقلوبنا إلى العلا طالبين قبل كل شيء أن ينتشر ملكوت الآب السماوي في العالم أجمع، وأن يتملك بر الله قلوب البشر. وهذا شرط أساسي للنعم والخيرات الحقيقية، كما يقول الرب في موعظة الجبل ذاتها: حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. فنحن جميعنا مدعوون إلى أن نكنز لنا في السماء كنوزا روحية لا تفنى، وهي سعادتنا الحقيقية. حكمة تتخطى الزمان والمكان، فالقلب يمكنه أن يضحي سببا لسعادة الإنسان، ولكننا غالبا ما نركض لاهثين وراء أكثر من سراب دنيوي، نبحث عن كنوز زائلة تغرينا، تكبل حريتنا وتستحوذ على قلبنا، وتضيع الأولويات في حياتنا. نشعر في قرارة نفوسنا أن لا شيء ولا أحد يقدر أن يملأ فراغ نفسنا سواه تعالى، كما قال القديس أغسطينوس نفسه وهو من القرن الرابع أيضا: خلقتنا لك يا رب، وقلبنا لن يستريح حتى يستقر فيك. بالرغم من خطايا البشر كبيرها وصغيرها وما سببته وتسببه من آلام أحيانا تفوق ما تجلبه الكوارث الطبيعة، علينا أن نشكره ونحمده تعالى لأنه أهدانا ولا يزال إخوة وأخوات لنا في الإنسانية والإيمان الواحد، سعوا في حياتهم إلى طلب ملكوت الله، وجدوا في الرب يسوع كنزهم الأوحد، استقر قلبهم فيه، فما ملأ حب يسوع قلبهم سعادة. هم القديسون والقديسات الذين حلقوا في سماء الروح، أضحوا مشاعل تضيء ظلمة حياتنا، تحثنا على البحث عن الكنز الحقيقي الذي يروي ظمأنا الروحي ويسعد قلبنا. عبر مسافات شاسعة من الزمن نعود إلى القرن الرابع الميلادي لنكتشف وجها مشرقا في تاريخ كنيستنا المشرقية وفي مسيرة البشرية الروحية، هو مارفرام الذي تعيد له كنيستنا السريانية في السبت الأول من الصوم الكبير، فنتذكر حياته الزاهدة وتقشفه. وقد كان أحد الآباء المشرقيين عاش في نصيبين شمال ما بين النهرين، ومعه نرتل بيتا من أبياته عن الصوم: كفنيت كمو زبنين دخيون توبعو وتكليت لو إخليت
دشت ويلها وطوب ودنطير الصايومه صمت مرارا لان كياني طالبني، فامتنعت عن الطعام كي استحق الطوبة المعدة للصالحين. معرف رام السرياني ابن نصيبين عرف التهجير أقله مرتين في حياته، سلخ عن أرض آبائه وتهجر غربا إلى مدينة الرها اليوم أورفا، هربا من الأعداء الذين احتلوا مدينته. وهذا النزوح القسري يذكرنا اليوم بشعبنا المسيحي وقد ذاق على مر العصور مرارة الطرد والتهجير والاضطهاد. وأكبر شاهد على ذلك هو حضور أبنائنا وبناتنا من النازحين العراقيين والسوريين كدليل واضح للمعاناة التي أمت بكنيستنا السريانية. في صيف 2014 كما نعرف فرض الإرهابيون التكفيريون على المسيحيين وبعض من المكونات الصغيرة الاقتلاع من أرض الآباء والأجداد في الموصل وسهل نينوى والعراق. ونذكر أننا أيام بعد هذا الاقتلاع سيدنا البطرك الراعي وأنا وسيدنا بطرك لحام وبطرك أفرام توجهنا إلى هناك لكي نشارك في آلامهم ومعاناتهم ونحثهم على تجديد شعلة الإيمان. ومنذ 6 أعوام ومن جراء حروب عبثية في سوريا لا يزال المسيحيون والكثير من الأبرياء يطردون من بيوتهم وأراضيهم سيما من مناطقنا في شمال شرق سوريا محافظة الحسكة دير الزور والرقة. هؤلاء وأولئك جميعهم يعانون الأمرين لأن أفق المستقبل مظلم ومخيف أمامهم. يتيهون سائحين في أراض غريبة ينشدون وطنا يؤمن لهم ولأولادهم الحرية الدينية والكرامة الإنسانية. كل ذلك يجري وللأسف الشديد على الملأ والمجتمع الدولي لا سيما بعض السياسيين ظلوا عاجزين عن إنهاء هذه الحروب والصراعات المسلحة لأسباب وغايات بعيدة كل البعد عن قيم الشرائع والمواثيق الدولية وبخاصة شرعة حقوق الإنسان. أفرام الشماس أي الخادم، خادم البيعة والمجتمع، كرس نفسه لخدمة الجماعة الكنسية في نصيبين والرها. هذا القديس من شرقنا رفعه البابا بنديكتوس 15 عام 1920 إلى رتبة ملفان الكنيسة الجامعة، والملفان يعني بالسريانية المعلم، المعلم المسكوني الذي اشتهر في كنائس الشرق والغرب معا. ويعتبر كباقي الملافنة منهلا صافيا منه تستقى المعرفة الروحية وشرح الكتاب المقدس وعيش أسرار الخلاص. أفرام الشاعر ولقد لقب بقيثارة كنارة الروح القدس، فطبع عصره ببصمات مواهبه الرائعة وخلد لنا تراثا شعريا لاهوتيا وكتابيا مميزا يعد مفخرة لكنائسنا الشرقية الآرامية إلى يومنا هذا. به تفاخر كنيستنا السريانية و
الكنائس الشرقية ذات التراث السورياني، السوريانية المارونية والكلدانية والسوريانية الملنكارية في الهند. كان مبدعاً بشاعريته المميزة بالبساطة والعفوية والخيال، فأتحفنا بالميامر أي القصائد، بالمداريش أي الأناشيد والشروحات الكتابية والطقسية، أضحت إرثاً حضارياً ليس فقط للمشرق ولكن للعالم أجمع. أفرام الشادي المريمي تولها بشخص العذراء مريم وائدة الإله وبدورها الفريد في تدبير خلاصنا. انجذابه إلى التبحر في سر مريم حواء الثانية التي قبلت في أحشائها الطاهرة كلمة الله، أطلق فيه مواهب إنشادية لا تزال كنائسنا تترنم بها، وهو أول من أنشد ثلثو يولداد دومورو، هل بتول تلد عجبا. ويزداد افتخارنا بشادي القرن العشرين ابن نصيمين عندما نراه يخرق الأعراف فيؤلف جوقة للفتيات والنساء ينشدن الترانيم الشعبية العذبة تسبيحا لله وتكريما لوالدته الطوباوية. أفرام كان شاهدا لمعلمه الإلهي ليس فقط بالتأليف ولكن بعيش حياة تقوية يبذل فيها الغالي والرخيص من أجل إخوته وأخواته المعذبين، لا سيما بعد اقتلاعهم من نصيبين. عاش شهادة الإيمان بتبني قضايا شعبه العادلة، قرن القول بالفعل، جمع بين التقوى والتدرج في سلم الفضائل وبين العمل الرسولي الملتزم. اختار الزهد والتكرس كي يستمد النعمة والقوة من علو ويشارك في معاناة أهل زمانه. تحمل أنواع الاضطهاد حتى الانسلاخ عن أرض الأجداد. بتغربه في أورفا وضواحيها أعطانا المثل في التضحية والبذل، إذ كان يفكر بأولئك المهجرين يعتني ليس فقط بالقريب ولكن أيضا بالآخر الغريب، ولم يرضى بوصيته إلا أن يدفن في مقبرة الغرباء. على مثال شفيع مارفيا أفرام، سعت كنيستنا السريانية أينما وجدت شرق دجلة وغرب الفرات في مشرقنا المتوسط كما في بلاد الانتشار، رغم التشتت والاضطهاد والتهجير سعت وما زالت تسعى كي تبقى أمينة لدعوتها، كنيسة رسولية ناشرة حضارتها ذات الجذور الآرامية، معترفة شاهدة ومستشهدة حبا لمعلمها الإلهي، كارزة حية لإنجيل المحبة والسلام، لا سيما الرجاء لأولادها النازحين والمقتلعين من أرضهم والموجودين هنا في لبنان وفي الأردن وفي تركيا وفي بلاد الانتشار. في نظرة عامة وجولة أفق حول بلدان شرقنا الرازحة تحت وطأة الحروب والنزاعات، نرى كم يشبه يومنا الحاضر الأمس القريب والبعيد، فمن العراق إلى سوريا ومن الأراضي المقدسة إلى مصر، بلادنا المشرقية تنزف دماً ودماراً وتنهار خراباً. تدمع عيوننا وتتفطر قلوبنا عندما نعاين
رغم أننا في الألفية الثالثة مجموعات إرهابية تكفر، تذبح وتقتل وتهجر المواطنين الأبرياء لمجرد أنهم مختلفون عنها ديناً وطائفة. نتذكر ما سمعنا من رسالة مار بولس: إن المؤمن الحقيقي هو الذي ينشر الخير حوله ويحب جميع الناس، ليس فقط ذوي القربى أو الدين أو الطائفة. ونحن مع ذلك نثق أن الله يوجد من المحنة خلاصاً، لأنه المدبر والراعي الصالح يسهر على القطيع، يشجعه للانطلاق دوماً في جدة الروح ويعيش الرجاء. نحن في هذا الوطن المحبوب والمميز لبنان نعتبر أنه واجب علينا كما على غيرنا من مختلف الطوائف، كبيرة كانت أم صغيرة، أن ندافع عنه وطنا حرا، وطنا للجميع، لجميع الطوائف، وليس حكرا على طائفة أو دين. ولكوننا قد عانينا الأمرين في مناطق أخرى من هذا الشرق من أجل حريتنا وكرامتنا، سنظل نثمن النظام القائم في لبنان بالرغم من محدوديته. نعتبره النظام الأكثر عدالة، حرية وديمقراطية، كما أننا مقتنعون مع جميع الأوفياء بأن هذا الوطن لبنان يبنى بشعبه ويزدهر بأبنائه وبناته المؤمنين به، وطناً نهائياً للحرية، للمشاركة التوافقية الحضارية، وطن الرسالة للعالم أجمع. ومن هنا نجدد مطالبتنا بإنصاف شعبنا السورياني في قانون الانتخابات النيابية، ورفع الإقصاء والتهميش بتسميتنا أقليات، ونحن مكون مؤسس للجمهورية اللبنانية على قلة عددنا. وهذا ما اتفقنا عليه مع قداسة أخينا مار إغناطيوس أفرام الثاني في الوثيقة التاريخية التي وقعناها وقدمناها للمسؤولين. نضرع إليه تعالى كي يحمي لبنان من كل مكروه، كي يجمع أبنائه وبناته بروح التوافق الحر والخلاق، ويبارك البادرات الوطنية التي يسعى إلى تحقيقها فخامة رئيس البلاد العماد ميشيل عون، مع الحكومة والنزيهين من ممثلي الشعب والمسؤولين، بشفاعة أمنا الطوباوية مريم العذراء سيدة لبنان وسلطانة السلام، وبشفاعة مار أفرام السرياني الملفان وجميع القديسين والشهداء والشهيدات الأبرار، آمين. وهنا أعتذر لأنني لم أذكر سعادة النائب السيدة جيلبرت زوين الحاضرة بيننا. بحثو توديثو هيدرو قلوسو رمرو مدلو بوطل امينو ايد وابخو الزبان نشتو الناسق. الى الرب الاله واهب المنح الروحية لبني البشر المزين بالفضائل مار افرام الذي امن به وحفظ وصاياه فسكب عليه وملأه قوة وحكمة من الروح القدوس، وأفاض في ذهني العلم الإلهي المملوء روحاً وحياةً الصالح، له المجد والإكرام والوقار هو شواب خرز بغان والعلم علمي. وما مدى تقدم الرهيبة والمعنى
فلنصلي كلنا طالبين الرحمة والرأفة من الرب. أيها الرب الرحيم ارحمنا وساعدنا. بارك مر أيها المسيح إلهنا يا قوة الآب وعزته وحكمته، يا من بعلمه الإلهي الثابت وغير المدرك اختار المزين بالفضائل ماري أفرام الملفان، ومن الوثنية نقله إلى الإيمان الحقيقي. أنت أيها الرب الإله شدد ألسنتنا الضعيفة لنصف مزاياه الفائقة، هذا المعلم والمختار ماري أفرام زينة الملافلة وفخرهم ومثال المتوحدين، التاجر المجاهد الذي أدى إلى كرمه بربوات مؤلفة ولم ينهب من بين طرقات العالم الشرير من نصوص الخطيئة، الخمر الجديد الذي استمد رائحته ولونه من جنب الجلجلاء وبشربه أروى الرجال والنساء، فسبحوا الله بتهيب وخشوع. المعين الصافي الذي نبعت منه كل الأصوات وانتشرت في العالم وبأناشيده أيقظ الأرض كلها لنتأمل به، فيا أبا الكنيسة المبشر الذي علم تلاميذه بحسب الوصية الخلاصية ببساطة القلب ورشاحة العقل، فاستطاع أن يكون حكيما كالحية ووديعا كالحمامة، الفصيح العجيب الذي اقتنى العلماء بمنطقه وبقدوته، لقن الناس التسبيح، هو الذي كتب الألوف المؤلفة من الميامر والمداريش، معلما الإيمان ومفسرا الكتب المقدسة ومثبتا العقائد ومتغينا الغنيا بالفضائل. والآن نسألك يا رب بشفاعة صفيك ماري أفرام الملفان أن توحد أبناء كنيستك وتثبت أركان بيعتك في أقطار المسكونة، وتنعم عليها بالأمن والسلام، وتشيد أبناها وبناتها بقدرتك الإلهية ليكونوا شهوداً لك ويشفوا بنورك الإلهي. أيها الآب والابن والروح القدس، لك المجد والشكر والتسبيح الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. من مبارك شينو شلوم الخلخو من الانقبل حسو يطحو بشبكون وضحتو العالم والمين. آمين قديش أبو قديشو، آمين قديش برو قديشو، آمين قديش روحو حيو قديشو.
آمين. فلنقف حسنا ونصلي قائلين: نؤمن بإله واحد. إخوتنا وأخواتنا صلوا معنا ليقبل الرب قرباننا. بيت خيلت وقدم بمديل وغسدت ملكو شمايونو حاسولي كل ضحط تلو طيابو لب ألوم طيابو لب دزما لخ شبحو بيموم وليلة. أيها الثالوث الأقدس ارحمنا الآن وكل أوان. أيها الثالوث الأقدس اقبل هذا القربان الذي نقربه لك على المذبح السماوي. تجاوز واعفو واصفح عن أثامنا وخطايانا وعن أثام وخطايا جميع الذين يدعونك ويتضرعون إليك بإيمان صادق. اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وأمهاتنا إخوتنا وأخواتنا وجميع الموتى المؤمنين الذين سبقوا فرقدوا على رجائك. سيما الأحياء والأموات. بارك مرسوم قالوس أيها الرب الله الرحيم والقدوس، يا من أعطانا مائدة مقدسة روحية بابنه الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، اقبل بعين الرضا تقدمة هذه الذبيحة غير الدموية، وامنحنا يا رب موهبة روحك القدوس، وأهنا لندنو من قدس أقداسك بقلب طاهر وضمير صالح، وأنعم علينا بذلك السلام الذي منحه ابنك الوحيد تلاميذه القديسين، حتى إذا ما تبادلنا السلام بقبلة مقدسة نؤدي الحمد لنعمتك القادرة على كل شيء، ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الصالح والمحيي والمساوي لك في الجوار أشرب خرزبان والعلم علمين شلوم الخلق لنعطي السلام بعضنا بعض كل واحد منا لقريبه بقبلة مقدسة وإلهية بمحبة ربنا وإلهنا. أهدى بذلك يا ربنا Thank you.
وقلبك البحر وأنا اليماس وقلبي الصخر أنت الحنون وقلبي يا صخر وقلبي يا صخر وقلبي يا صخر فليكن يا رب سلامك وأمنك وحبك ونعمتك وحنانك الإلهي معنا وبيننا أيام حياتنا كلها لنرفع لك الحمد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين آمين. نجد أمامك يا ملك الملوك ورب الأرباب ونطلب منك يا رب أن تبسط يمين حنوك على أولاء المنحنين وعظمة جلالك الرهيب وتبارك غنم رعيتك المفتدات بدم ابنك الطاهر احفظها واصفح عنها وقدسها واجعل أن يتلألأ على محياها اسمك الحي فيعرف العدو أن رعيتك المفتدات فنرفع إليك الحمد وعلى ابنك الوحيد وعلك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين لنقف حسنا يا إخوتي بخوف وورع وطول وقداسة وحب وإيمان صادق ولنتأمل بتقوى والمقدسة التي يقربها أبونا الطباوي عنا لله الأب رب الكل ذبيحتان حيتان رحمة وسلام ذبيحة وشكرا محبة الله الأب ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس وحلوله مع جميعكم لتكن عقولنا وأفكارنا وقلوبنا فوقا الآن إنا يوم يطمئن لنشكر الرب بمخافة لواجب ولائق أن نشهد لك ونمجدك يا من حقا أنت والله الآب مع ابنك الوحيد ومع روحك القدوس أنت أتيت بنا من العدم إلى الوجود وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا ولم تغب عنا عند افتقادنا حتى صعدتنا إلى السماء ومنحتنا الملكوت الآتي إننا نشكر لك ولابنك الوحيد ولروحك القدوس هذه كلها يا من يقف أمامه في صوف الكروبيم الكثير العيون والسرفيم المسدس الأجنحة وهم يشيدون نشيد الظفر بأفواه لا تصمت وبعبارات لا تهدأ مع سر السماوية صارخين هاتفين وقائلين Thank you.
قدوس وكلي القداسة أنت أيها الإله الآب مع ابنك الوحيد ومع روحك القدوس. قدوس وكلي القداسة أنت ومجدك عظيم جدا، إنك هكذا أحببت العالم حتى بذلت ابنك الوحيد لأجلي، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أو تخديث خلون دبرونو تحلو في نكمان لليهود بمشم وحلف حين علمو فرطونو انساب لحمو عنيدو قد شوكو خادف شاط لشمايو أودي وبارخ وقدش وقصو ويا بالتلميذة وشتي حكا دمار سابا خل مني غنويتا فارودي او دحلو فيكون وحلو ساقية مدقسي وميتيه شفقون ودحطوه والحاين لو لمولمي. أخوات خاصة من موتر حشيم قد مازل من حمر من مايو أودي كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي حتى مجيئي. وصيتك الخلاصية وكل تدبيرك لأجلنا، أي صلبك وموتك ودفنك وقيامتك في اليوم الثالث من بين الأموات وصعودك إلى السماء وجلوسك عن يمين عظمة الآب ومجيئك الثاني المجيد لتدين الأحياء والأموات وتجازي برأفة كل إنسان حسب أعماله. بيعتك ورعيتك تناشدك لتبهجها معك في ملكوتك وتبتهل بك ومعك إلى أبيك قائلة ارحمنا. ونحن أيضا يا رب عرفانا بجميلك نشكرك عن الكل ومن أجل الكل. يا
السيد ما أرهبها لأن الروح القدس ينحدر مرفرفا على هذه الأخارستية ويقدسها فانتصروا بهدوء وخوف وصلوا. شهد الروح القديس علينا وعلى القربون علينا سمين وتحاومن لحمنا ننمريو حسطو ورحم علينا. حاومين لحمنا وفورم يخرج وران يشو أمشيحو والخصونا ودموتي ليس وران يشو أمشيحو لتكون هذه أسر مقدسة لكل من يتناولها حياة وقيامة ومغفرة للخطايا وشفاء للنفس والجسد وإنارة للعقل وتبريرا أمام عرش مسيحك الرهيب. ولا يبدنا أحد من شعبك يا رب لكن أخلنا إذا ما عملنا وخدمنا أمامك بلا عناء أيام حياتنا كلها لنتنعم بأسرارك السماوية والخالدة والمحيية. نصلي من أجل الرؤساء والمسؤولين المدنيين والعسكريين والسياسيين والساهرين على الشعوب لتثمر أعمالهم أمن وسلام وراحة واطمئنان بالحق والعدل والمحبة والخدمة منك يا رب نطلب. يا رب انشر سلامك وأمنك في المسكونة كلها وليحل عليها روحك القدوس فيتقاسم أبناؤك في العالم كله لغة المحبة فيبنون ملكوتك وتكمل مشيئتك منك يا رب نطلب. نصلي من أجل الذين سبقونا إلى الحياة الثانية من أجل شهدائنا وشهيداتنا ومن أجل الذين خدموا في كنيستك
والذين حافظوا على عائلتك، والذين أرضوك وعملوا بمشيئتك. أرحم في ملكوتك مع الأبرار والصديقين والقديسين، منك يا رب نطلب. زار الأرض بلا خطيئة، وهو ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد المبر العظيم لجنسنا، الذي نرجو أن ننال به الرحمة والصفا عن خطايانا وخطاياهم. نذكر الآن خاصة والدة الله مريم العذراء القديسة الدائمة البتولية، والرسل الإلهيين والأنبياء القديسين مار أفرام ومار طوباوي مار فلبيانوس ميخائيل، والشهداء الظافرين وجميع القديسين الذين أرضوك لتحفظنا صلواتهم وتضرعاتهم من الشرير، ونال الرحمة في العالمين كي يسبح بهذا كما في كل أمر، ويمدح كثيرا اسمك الكريم والمبارك، واسم ربنا يسوع المسيح وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. كما كان في البدء والآن وسيبقى إلى أبد الآبدين قدام الدارين، آمين. لتكن مراحم الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح معكم إلى الأبد. المسيح ونبتهل متضرعين إليك يا رب لتشفق علينا وعلى شعبك المؤمن الماثل أمامك بغزارة حنانك، أهلنا لندعوك بثقة مرنمة. Thank you.
أجل يا رب لا تدخلنا في التجربة، لكن نجنا من الشرير ومن كل من يحاكيه، لأن لك الملك والقوة والمجد ولابنك الوحيد وروحك القدوس هو شوق الأزمان والعالم علمين. سلام الخلخوت والروح القدير لنحني يا رب الذين حنوا أعناق أنفسهم وأجسادهم أمام حنانك، قدسهم احرسهم اجعلهم أطهارا بلا عيب ولا شيبة ليرضوك أيام حياتهم كلها، فنرفع نحن وهم إليك الحمد وإلى ابنك الوحيد وإلى روحك القدوس أشب الزبال والعالم علمين. آمين. داوي طيبوث رحمه داتي ثيوث قادشتو لبريتو إثيايثو ومثميتو شويات بوسيا عام خلخون العلمين. آمين. لننظر بخوف رهبا قدس القديس قدس القديس ولد خيو مثيه بي فلنسجد
ممجدين الآب والابن والروح القدس، له المجد من البدء وإلى أبد الآبدين. آمين. هللويا. من مذبحك المبرر لينحر الغفران للساجدين لك، يا من أتى لأجل خلاصنا ويأتي لأجل انبعاثنا وتجديد جنسنا إلى الأبد. آمين. ابسط يا رب يمينك غير المنظورة، بارك هذا الجمع الساجد لك، القابل جسدك المقدس ودمك الكريم غفرانا للذنوب وصفحا عن السيئات وإسفارا للوجه أمامك ربنا وإلهنا إلى الأبد. لتكن مراحم الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح على حاملي هذه الأقداس، على واهبها، على متناولها، لتكن مراحم الثالوث الأقداس في العالمين إلى الأبد. المقدس الذي أكلناه
ودمك المبرر الذي شربناه لنا للدينونة بل لحياة الأبد وخلاصنا جميعا فارحمنا. تناولنا لنشكر الرب على نعمته. نشكرك يا ربنا وإلى الأبد شكرا وافرا ونقر بجميلك. نشكرك اللهم يا رب الأجناد المقدسة لأنك أخلتنا على غير استحقاق منا للأسرار السماوية الخالدة أي جسد المسيح المحيي ودم الفادي، فاجعلنا إذن أهل لقبولها حتى إذا ما قبلناها بقداسة وضمير طاهر الأيام كلها نتقوى لصنع ما يرضيه، فنرفع عليك الحمد والشكر وإلى ابنك الوحيد وإليك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. آمين. شلوم الخلقون والروح لنحني رؤوسنا اللهم يا من تنازل برافته وتواضع من أجلنا بوفرة نعمته ولطفه ومنحنا شركة أسرار المقدسة احفظ واختم عبيدك الساجدين لك بيمينك الظافرة فنحفظ بلا ضرر بقداسة هذه الأسرار التي أخذناها واجعلنا لنعود إلى درس اللحم والدم فنتقوى بك ونرفع لك الحمد وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين.